الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى قول الله جل في علاه: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لا يجدوا من دونه موئلا. وبينا بأن الله جل في علاه يمهل عباده مهالا، الحكمة من ورائه استحكام الأمر عليهم وفتح المجال لهم للتوبة وسرعة الفيئة لله جل في علاه، والله عليم حكيم. قال: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وهذا أيضا فيه الرد على الجبرية، وأن المرء مؤاخذ على كسبه. قال: ولو يؤاخذهم بما كسبوا. وهذا الرد على الجبرية، أنهم يرون بأن الفعل هو فعل الله حقيقة، وأن العبد ليس فعالا، فالله جل وعلا بين أنه يفعل والفعل منسوب إليه ويحاسب على فعله ثوابا وعقابا. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لا يجد من دونه موئلا، نجاة لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. قال: وتلك القرى التي كفرت، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. في قوله وتلك القرى أهلكناهم، يعني هذه القرى ثمود وعاد وقوم لوط وقوم فرعون، لما ظلموا واشتد ظلمهم وتكبروا وعاندوا وجحدوا بآيات الله جل في علاه، سامهم الله سوء العذاب، جاءهم العذاب بعد ظلمهم. لأن أعظم الظلم الذي وقعوا فيه الشرك بالله جل في علاه، والجحود بآيات الله، وأيضا الظلم الذي وقع على رسل الله جل في علاه بتكذيبهم واتهامهم الاتهامات الباطلة.
وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وهذا يبين لك أن الله تعالى ما أخذهم إلا بعدما ظلم ووقعت المظالم منهم. جاءتهم الرسل بالآيات والنذر وأمرهم بتوحيد الله جل في علا، فظلموا ظلما بينا بالشرك بالله، كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولما قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون، شق ذلك على الصحابة وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاكم، ولكن على ما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال: وجعلنا لمهلكهم موعدا، يعني جعلنا لهلاكهم موعدا. وكل شيء عند الله جل وعلا بقدر. قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وإذ قال موسى لفتاه، ويقال الفتاة هنا هو يوشع بن نون، وهذه بيانها لنا النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا بأن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فسأل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. ولم يرد العلم لله جل في علاه، فقال: أنا. فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: يا رب، فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، يعني هو هناك. فانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسهما فناما واضطرب، أي الحوت، في المكتل، فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق، فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت. فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. سبحان الله، وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. فقال فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة إلى قوله عجبا. وكان الحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا. فقال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا. قال: رجع يقصان آثارهما حتى انتهي إلى الصخرة فإذا هو مسجى بثوب الخضر. فسلم عليه موسى عليه السلام، فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام، كيف تعلم ذلك؟ يعني من أنت؟ قال: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: أتيتك لتعلمني مما علمت رجدا. الله أكبر، هذا موسى عليه السلام وهو سيد الخلق في زمانه، خير من وطأ التراب في زمانه، يتواضع ليرحل من أجل أن يتعلم، يرحل من أجل أن ضرب أكباد الإبل وقطع الفيافي والقفار من أجل أن يتعلم. شوف، موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وموسى عليه السلام كريم الرحمن، هذا له مكانة، قدم على نوح عليه السلام، ومع ذلك ماذا قال؟ قال: أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. كم يخسر البئيس التعيس الذي ما أراد الله له فسحة أو فسحة يتعلم منها عندما يعرض عن شيخه أو يعرض عنه شيخه. كم وكم من خسارة يمكن أن يخسرها المرء في ذلك، لكن الله جل وعلا يعلم المحل القابل فيفتح له الأبواب، ويعلم المحل الذي غير قابل فيغلق عليه الباب، والله عليم حكيم، يضع الشيء في موضعه. قال: أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، إني على علم من علم الله لا تعلمه علمني، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه. فقال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. تواضع جم من أولي العزم من الرسل، موسى عليه السلام خير من واطئ التراب في زمانه، ومع ذلك يتواضع ويقول: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أدب جم، والأدب حلية كل امرئ، لا سيما إن كان طالبا للعلم، أدبه هو قيمته، وكلما زال الأدب كلما زالت القيمة.
وكلما زاد الأدب زادت القيمة. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. لأنه يعلم أنه لن يحتمل ما يرى. عليكم السلام وبركاته. قال: فانطلقا يمشيان على الساحل، فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول. وهذا تقدير العلماء، وأنا شرحت هذا في البخاري طويلا. فلما ركب في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم، فقال له موسى: قوم قد حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. إلى أن التقى بطفل فقتله، قال: أقتلت نفسا ذكية بغير نفس، حتى أتيا على أهل قرية استطعما أهلها، فقال: هذا فراق بيني وبيني. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا. قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله عز وجل إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. طبعا ما نقص هذا لا يقال في صفات الله جل في علاه، هذا تعليق بالمستحيل، يعني يستحيل العصفور أن ينقر نقرا ينقص فيها البحر. ثم خرج من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه فقتله. فقال له موسى: أقتلت نفسا زكية؟ يريد أن ينقض. فقال الخضر بيده فأقامه. فقال موسى: قوم آتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، ولو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. هذا كله قصة موسى عليه السلام مع الخضر. وقد قال الله جل في علا بعدما بين أن الأمم السابقة قد نزل عليهم العذاب لما ظلموا، قال الله جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فيها ما فيها من الخير الكبير والتأديب العميم، حيث قال الله جل وعلا: وإذ قال موسى، موسى كليم الله جل وعلا، موسى من أولي العزم من الرسل، موسى خير من واطئ التراب. قال: وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فيها أمور ثلاثة: الأمر الأول الإصرار على البلوغ، وهذا إن دل دل على صدق العزائم، إن دل دل على صدق العزائم. وأنت ترى، وحتى لو ضربنا مثلا بطلبة العلم في هذه الأوقات والأونات، ترى بأن طلبة العلم يعني تنحل عزائمهم بأيسر ما يكون. الطالب العلم يجلس فرحا بدرس أو باثنين أو بثلاث، ثم رابع ثم خامس، ثم بعد ذلك يتقاعس ويترامى، وترى عنده بعد الشره فطور، ولو كان الفطور إلى السنة لهدي. والحق أن هذه تدور على صدق عزائم القلوب. من أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحول الله وقوته ألان له الحديد. لو كان صادقا في إرادة الله جل في علاه لما انحل، لو كان صادقا في إرادة الله جل في علاه وإرادة عبادة الله جل في علاه لاستمر، لو كان صادقا لتصلب وتجلد، لو كان صادقا لارتقى المعالي. لكن الإشكال بأن الله يغربل الناس حتى يظهر صدق العبودية فيهم، فالمقدم عند ربه هو صادق العبودية، والمؤخر هو من ليس كذلك. ولا يستويان، لا يستويان، والله جل في علاه لا يسوي بين العالم وبين غيره، ولا يسوي بين الذي صارع إليه والذي تباطأ عنه. قال: نعم نعم والله، العلم طول الملازمة، نعم والله. فقال قال وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ، لا يمكن أن ينقطع عني هدفي، ولا يمكن أن أتقاعس عنه، ولا يمكن أن أتخاذل يوما عن خير الله جل وعلا من علي به. وكما قلت لكم، كثيرا من الناس لا يفقهون هذه المسائل، قد لا يريد الله جل وعلا على هذا الطريق، يعلم الله منه أنه ليس أهلا له فيطرده الله عن هذا الطريق، وقد يريد الله جل في علاه ولكن يجعل عليه العقبات من أجل أن يعلم حلاوة هذا الموقف
وحلاوة ما هو فيه فيستمسك به ويعرف قدره. ولأن الإنسان إن لم يعرف قدر نعم الله جل فعلا تزول. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ولو سنين ولو سنين لا يمكن أن أتوانى، لا يمكن أن أتغافل عما ألزمني الله به، لا يمكن أن أتراجع عن شيء تلألأ في السماء هدفا، لا يمكن. ومن فعل ذلك لم يكن صادق العزيمة مع الله جل في علاه. والله يحب من عباده الصادقين، والله يحب أن يرى في عباده الصدق وقوة 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 السير. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هذا الأول. وأما الثاني ففيها خدمة العالم، وخدمة العالم دين ندين الله به، كما أن حب العالم دين ندين الله به. وإن وجدت من فعل ذلك دينا وكان له صدق خدمة، وكان له صدق معاملة، وكان قد فعل ذلك إرادة لله جل في علاه، فهو فوق السحاب، فهو في المعالي. وإذ قال موسى لفتاه كان يخدمه هو يوشع بن نون. شوف لما كان صادقا وعلم قدر موسى وكان في خدمة موسى عليه السلام صار نبيا، أوحى الله له بعده فصار نبيا. فيوشع بن نون نبي من أنبياء بني إسرائيل، هو الذي دعا الله جل في علاه أن يوقف الشمس حتى يكون الفتح. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وفيها طلب الرحلة، أو الرحلة لطلب العلم، الرحلة لطلب العلم. وهذا كثير من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قد رحلوا وقطعوا الفيافي والقفار من أجل طلب العلم، رحلوا من أجل طلب العلم. وهذه مسألة عظيمة لابد من الاهتمام بها، ولابد من التمسك بها عندما ينتهي من مشايخه الذين في قطره يرحل فيكتسب العلم ويرى التغيرات ويرى الاختلافات. ولأن إبراهيم النخعي أيضا قال الاختلاف يعني لا يصح للإنسان أن يفتي حتى يتقن مسائل الخلاف. الغرض المقصود كان الصحابة الكرام يقطعون الفيافي والقفار من أجل طلب حديث. جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس، أبو أيوب الأنصاري، كثير من الصحابة. كان سعيد بن مسيب يقول كنت أدور الأيام والليالي من أجل طلب العلم. وهذا موسى عليه السلام قد رحل يلتمس علما وقطع الفيافي والقفار وضرب أكباد الإبل ليجلس بين يدي الخضر متواضعا. قال فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. كانت هذه العلامة على الحوت، وأن الحوت إذا سار وأحياه الله جل في علاه فهذا مكان الخضر. قال فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جوزا قال الفتاوى أتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. وموسى هنا وموسى بن عمران عليه السلام، وهذا في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر، قال كذب عدو الله أخبرني أبي بن كعب وذكر الحديث. في قوله أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة أي حين نزلنا هناك فإني نسيت الحوت، فيها تفسيران، أي نسيت أن أخبرك خبر الحوت أن الله أحياه، يعني فكان في هذا الموضع. قال نسيت حمل الحوت. قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وما أنسانيه أقرأ الكسائي بالإمالة. قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. وهنا يعني قد أحال النسيان على الشيطان بأنه شغله بغيره. الشيطان كيف أنساه؟ شغله بغيره، فلما انشغل بغيره نسي النظر إلى الحوت. والله على كل شيء قدير. فكانت المسألة يقال بأنه موسى عليه السلام لما تجاوز المكان يعني شعر بتعب ونصب وشدة ولأواء ومشقة حتى عاد إلى نفس
المكان. قال واتخذ سبيله في البحر عجبا. أن الحوت نعم هو الذي اتخذ سبيله في البحر عجبا. وقيل يحدث الله عجبا من الأمور. قال واتخذ سبيله في البحر قال عجبوا لذلك عجبا وتنبهوا، فإن الله جل في علاه فعل ذلك آية، وهي كرامة، وهي تعتبر من المعجزات أيضا لموسى عليه السلام. قال فلما جاوز قال لفتاه أتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. وهذا لا أيضا لا يمنع من أن يكون قد قصر يوشع في ذلك عليه السلام. وما أنسانيه لما كان غلاما لموسى عليه السلام، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. طبعا هذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم تعس الشيطان، لأنه يصف الحال فلا يشمخ بأنفه ولا يتعاظم الشيطان. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. يعني اعجب من ذلك يا موسى من فعل الله جل في علاه، وكانت آية عظيمة له وليوشع ابن نون. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. يعني قال هذا الذي أردنا، لأن الله جل في علاه جعلها علامة من العلامات حتى نصل بها إلى الخضر. قال فارتدى يعني رجع في الطريق الذي سلكاه يقصون الأثر. قال فوجد عبدا من عبادنا وهو الخضر. يصف الله وصفا، وكثير من المفسرين يطيلون في الوصف جدا ولا دليل لهم على هذه الإطالة، وأنه إذا جلت خضر هذا كله يحتاج إلى أدلة. نعم، لكن الحق بأن لما رأى الخضر علمه وقال السلام عليك، قال أن بأرضك السلام. طبعا الذين قالوا بأن الخضر باق وهو حي لم يمت كان من ضمن الإشكالات عليهم والإرادات القوية التي لا يستطيعون دفعها، بأن الخضر لو كان حيا حقا ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله لو كان موسى حيا لاتبعني، ما وسعه إلا ذلك. فلما لم يظهر ولم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعضده وينصره، فإذا دل ذلك أنه غير موجود على الأوهام التي يتكلمون فيها. قال الله جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فوجد عبدا من عبادنا فأضافوا، والإضافة هنا إضافة اختصاص وتشريف، اختصاص فيها التشريف، تشريف له ولأنه نبي من الأنبياء. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. آتيناه رحمة، قال العلماء الرحمة هنا النبوة، وهذه من أعظم الأدلة على نبوة الخضر، النبوة. وقيل الرقة والحنو والعطف على من يستحق ذلك، وإلا فقد قتل الطفل الصغير. وهذه هي الحكمة، وضع الشيء في موضعه. وقيل النعمة، والصحيح هي النبوة. آتيناه رحمة من عندنا النبوة وعلمناه من لدنا علما، يعني من عندنا علما أعطاه الله جل في علاه علما من علم الغيب. لذلك لما نقر العصفور قال الخضر لموسى عليه السلام أنت على علم علمكه الله وما علمنيه، وأنا على علم علمنيه الله ما علمكه. فقال له وما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله جل في علاه إلا كما ينقر العصفور في البحر. نعم، نقف عند هذه الفوائد المستنبطة. كل شيء عنده بقدر، معرفة فضل العلماء، الرحلة في طلب العلم، الصبر على طلب العلم، الأحكام معللة، وهذه تنتزع من قوله واتخذ سبيله في البحر عجبا، بأنه أعطاهم وصفا كالعلة للحكم. النبوة هبة وليست اكتسابا. شرف العلم والعلماء لأنه قالوا علمه من لدنا وعلمناه من لدنا علما،
بيّن أن من عظيم أو قل الفائدة الأخيرة عظيم النعمة بسعة العلم، عظيم المنة وعظيم النعمة بسعة العلم، من أراد الله به خيرا فقاه في الدين. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.